متسبعي قناة شوف تيفي وسلام، مرحبا بكم. انا في هذا البث المباشر مباشره من تطوان. الحمد لله الحمراء البيضاء كتسجل حاله واحده فقط، صفر حاله وفاه خلال 24 ساعه الماضيه بالحمامه البيضاء. اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم عن ظهور 587 حاله اصابه مؤكده جديده فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس بالمملكه الى 504847 حالة، فيما عدد الوفيات 7 ديال الوفيات كترفع العدد الإجمالي إلى 8934. حنا على مشارف 9000 وفاة منذ بداية الجائحة. حالات ديال التعافي اليوم متتبعي قناة شوف تيفي عندنا 555 حالة شفاء كترفع العدد الإجمالي إلى 490921، وللأسف الحالات الناشطة كترتفع الإخوان مقارنة مع أمس وأول أمس وأول أول أمس. 4992 حالة ناشطة، يعني تصوروا أن الأرقام ديال الحالات الناشطة في المغرب كترتفع، وهنا تندق ناقوس الخطر. إذا 587 حالة جديدة مؤكدة و7 ديال الوفيات و555 حالات شفاء و4992 حالة ناشطة، إذا تندق ناقوس الخطر. الحالات تحت تنفس الاصطناعي الاختراقي 15، والحالات تحت تنفس الاصطناعي غير اختراقي 223. ونعطيكم عدد الوفيات على مستوى الجهات. جهات الدار البيضاء 63 الوفيات، 3 بالدار البيضاء. جهات الرباط سلا القنيطره حالة وفاة واحدة بسلا. جهات مراكش اسفي حالة وفاة واحدة بمراكش. جهات سوس ماسة 0 حالة. جهات طنجة طوال الحسيمة 0 حالة وفاة. جهات الداخلة والذهب 0 حالة وفاة. وجهات السقية العيون السقية الحمراء 0 حالة وفاة. جهات بني ملال خنيفرة 0 حالة وفاة. جهات الشرق حالة وفاة واحدة بوجدة أنكاد. وجهات فاس مكناس 0 حالة. وجهات قلميم ودنون حالة واحدة متسببين. إذا نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الناس تاخذ الأمور بجدية وبروح على المسؤولية، وحنا معكم في هذه الجولة. نتمنوا إذا نتمنوا الدعوات ديالكم متابعينا، الله يخليكم. حنا تنعطيو البلاغ لا قل ولا أكثر. شي مغربي اللي باغي يدوز شي ميساج لشي جهة معينة يدوزها، ماشي علينا حنا. أخي اللي كتقول صلاة التراويح شد التليفون وعيط رئيس الحكومة. على العموم صيفط له ميساج مباشرة ماشي عن طريقنا حنا. إذا على العموم متابعي قناة شوف تيفي، حنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحمراء البيضاء ديال الأجواء ديال تطوان. 5:54 دقيقة، تطوان الحمراء البيضاء كتسجل حالة واحدة مصابة وصفر حالة وفاة. ونتمناو إن شاء الله الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء في القريب العاجل، ترجع المياه المجاريها، هذا هو الأهم. من تطوان دائما نعطيكم عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح. الجرعة الأولى 4 ديال المليون و583664، والجرعة الثانية 4 ديال المليون و180 ألف و155. ونتمناو إن شاء الله الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة الطبيعية في القريب العاجل. هذه هي الأجواء ديال تطوان، بغينا الدعوات ديالكم، الله يرفع علينا هذا الوباء، وبغينا الدعوات ديالكم بالشفاء لكل المرضى. قبل لحظات متتبعي قناة شوف تيفي شفتوا معنا مباشر تألم من زاوية المقدم بمدينة تطوان، بالمدينة العتيقة، ديال الشاب يوسف جاه مرض غريب ديال المصاب فاصل وهذه السنين هو تيعاني، ولكن في الثلاث شهور الاخيره طيحوا الفراش. بغينا الدعوه ديالكم، الله يشافيه والله يشافي جميع الامراض كل المرضى. من تطوان حاله واحده فقط وصفر حاله وفاه. على المستوى الوطني 587 حاله جديده كترفع العدد الاجمالي الى 504847، اكثر من نصف مليون مصاب بالمغرب، فيما عدد الوفيات 7 ديال الوفيات كترفع العدد الاجمالي الى 8934. والحالات ديال التعافي 555 كترفع العدد الاجمالي الى 490921، فيما الحالات النشطه كترفع الى 4992 حاله نشطه. يعني شوفوا لاحظوا ان الحالات النشطه كترتفع بشكل كبير وكبير كبير بزاف. اذا من تطوان متسبقا شفت بي، احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحمراء البيضاء. نتمنوا الدعوات ديالكم ونتمنوا ترجع الحياه الطبيعيه في القريب العاجل. عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي 15 حاله، الناس مازال كتصارع الموت يا اخي. راه عندنا 15 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، يعني كتعرف شنو هو التنفس الاصطناعي الاختراقي؟ يعني راه كتلقى ناس دايرين لهم تيو هو حتى القلب ومحتى البطن داخل، ماشي على الرياه هو. وشوف
الله كيفلت الا القليل. طبعا الاعمار بيد الله، ولكن كتكون حالات خطيره وجد جد 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 خطيره. اذا من تطوان متسابقين قام شفت فين، نتمنوا الدعوه ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، نتمنوا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه، لان تندق ناقوس الخطر مع هذه الجائحه. نتمنوا ترجع المياه على مجاريها، هذا هو الاهم. هذه هي الاجواء ديال تطوان، هذه هي الاجواء ديال الحمراء البيضاء اللي سجلت حاله واحده فقط وصفر حاله وفاه. مزيد من الحيطه والحذر الله يخليكم. حنا بغينا ترجع الحياه الطبيعيه كما بغاو جميع المغاربه سواء داخل الوطن وخارج الوطن، ولكن باش يمكننا نتغلبوا على الجائحه بك انت وانت يا اخي، كل واحد يتحمل واحد النوع ديال المسؤوليه باش يمكننا نتغلبوا على هذه الجائحه. اذا من تطوان دائما متسبين، احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمامه البيضاء، احنا معكم في هذه الجوله عبر شوارع الحمامه البيضاء. نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا ترجع المياه لمجاريها، ونتمنوا الخير نوال الخير تلقى الخير يا اخي اختي. الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء، الدعوات ديالكم الله يشافي كل المرضى. عدد كبير ديال المواطنين اللي تيعانيوا في صمت قبل لحظات متسبعين. درنا مباشر مع الشاب يوسف كيشتغل في الامن الخاص سيكيورتي، تيعيش جحيم لا يطاق. نتمنوا عاد الدعوات ديالكم، اللي بغى يعاونوا الرقم الهاتفي راه قلناه في المباشر، واللي ما عندوش الله يسهل عليه يعاونوا بالدعوات، الله يشافيه ويشافي جميع الامراض ديال المرضى. هذا الشخص كنعرفوا شخصيا لانه كيشتغل في وسط المدينه، نحن الوكالات الابني حدا الوكالات البنكيه، كنت كنعرفوا معرفه شخصيه. صدقوني انني ملي مشيت ندير مع هذا المباشر نقدر نقول لكم ما عقلتوش، لان السيد كان تبارك الله عامر والوجه عامر والبوا ديالو رجع فحال الخيط، الله يشافيه الله يعافيه، اللي يطلب يطلب الصحه والعافيه. من تطوان دائما متسبعين، احنا معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحمراء البيضاء، نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء ومزيد من الحيطه والحذر. اللي يطلب يطلب الصحه الاخوان، راه ملي كتشوف شي واحد في الركنه وتيترعب وكان عامر والفورمه والقاده ورجع للاسف بحال الخيط كما كنقولوا، الله ينعلبوا هذه الدنيا واللي يجي فيها، اللي يطلب يطلب الصحه ديالو. العم بغينا الدعوات ديالكم، بغينا الدعوات ديالكم الله يشافيه ويشافي جميع المرضى، والله يرحم جميع اموات المسلمين يا ربي امين. في هذه العواشر في هذا الشهر المبارك اللي شهر مبارك مع عند الله، بغينا الدعوات ديالكم. نتمنوا الخير، نتمنوا الله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه الطبيعيه. نذكركم كان امس انا رئيس الحكومه ديال اسبانيا اللي اكد انه 9 ماي غترفع حاله الطوارئ الصحيه باسبانيا كامله. نتمنوا ذلك ونتمنوا تفتح الحدود، نتمنوا حتى احنا في المغرب ان شاء الله ترجع الحياه الطبيعيه وتنتعش الحركه الاقتصاديه والسياحيه، هذا هو الاهم. من تطوان جوله عبر شوارع الحمراء البيضاء مع حاصله اليوم، نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الشفاء لكل المرضى. 587 هي حاله اصابه مؤكده، احنا ملي كنعطيو الارقام الاخوان راه كنعطيو الابلاغ ديال وزاره الصحه، راه ماشي حنا اللي صوبنا، حيت شي واحد قبل تيقال لك مازال هذا المسلسل باش يتسالى. حنا كنعطيو الارقام كمؤسسه اعلاميه لا قل ولا اكثر، اللي كان شي مسلسل شوفوا الجهات المعنيه، اما الاعلام هو تيوصل الرساله. امين يا رب العالمين. طبعا الله يصوب، الله يشافي، الله يعافي، ونتمنوا الدعوات ديالكم كذلك، نتمنوا كل المواطنين الصحه والعافيه، واللي مريض الله يشافيه واللي بصحته يحافظ عليها والله يرزقه الصحة والعافية كذلك وطول العمر. هذه الأجواء ديال تطوان، شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، نتمنوا الدعوات ديالكم بالفعل بالشفاء لكل المرضى سواء الكوفيد أو أمراض أخرى. كاين أمراض اللي للأسف المصدر ديالها ما كيتعرفش أحيانا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنوا الدعوات ديالكم متسابقة نشوف تيفي، وحنا معكم في هذه الجولة عبر شوارع الحمراء البيضاء. هذه الأجواء ديال تطوان، قولوا لنا من كتابعونا وكيفاش دايره الاجواء انتم في المناطق ديالكم في هذا المساء، ساعه قبل الفطور، ساعه قبل الفطور متابعينا من الان. هذه 7:02 ديال الدقائق، ساعه على الراس. امين يا رب العالمين. تقول نايمه البناني تقول الله يصوب الله يشافي، امين يا رب العالمين. اذا بغينا الدعوات ديالكم، الله يشافي كل المرضى، الله يرفع علينا هذا الوباء. طبعا اكيد شوفوا سبحان الله، وفيروس صغير اربك الحسابات ديال العالم، الكل عاش الجحيم، الكل عاش ازمه اقتصاديه، الوفيات بالجمله على مستوى العالم، تذكروا شحال من مليون، شحال من مليون وفاه على مستوى العالم، شحال من مليون على مستوى العالم، شحال من مليون وفاه على مستوى العالم. طبعا متسبعينا هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، ولكن مزيد من الحيطه والحذر. بغينا الدعوات ديالكم، بغينا الناس تاخذ الامور بجديه وبروح المسؤوليه. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، امل نلقاكم بخير بعد قليل في جوله قبل الفطور. ساعة قبل الفطور هذه ندردشوا معاكم ونتمنوا الخير، هذا هو الأهم. شكرا لكل المتابعين الأوفياء داخل الوطن وخارج الوطن، بغينا الدعوات ديالكم لكل المرضى،
اخر دعوه الشاب يوسف اللي كنا معاه قبل لحظات زنقه زاويه المقدم بالمدينه العتيقه مدينه تطوان اللي كيشتغل سيكوريتي امن الخاص سنين هو تيعاني من 2015 الى يومنا هذا، ولكن هاد الفتره الاخيره طيحاتو الفراش ما كيقدرش ياكل شيء، الماكله ما عندوش، الالم الحريق العاط يعني حرفت له حتى الدكاتره يعني على حسب اللي قالنا مجموعه ديال الفحوصات وما عطاتش الاكل ديالها. بغينا الدعوات ديالكم يا ربي يشافيه ويعافيه ويحفظ كل واحد يحافظ على الصحه ديالو الاخوان. من حي بوجراح اعتقد بوجراح وي في اتجاه الطويلع، شكرا كل المتابعين الاوفياء، شكرا لكم. هذه هي بوجراح، غادي نرجع لكم بعد قريب ساعه قبل الفطور، كان معكم معتكف كالعاده، الى اللقاء في مباشر اخر.